تعال شكل لي الفلجان. ان شاء الله بتقبروني، ان شاء الله بتقبرني يا نزيل. والله ذكرتني بابوك عبد الحميد الله يرحمه. عيش بخيل الله شو كان يلبق له هالطقم، وانت تقبرني يا محدي شو لابق لك هالطقم. الله يرحمك يا عبد الحميد ويحسن اليك. امي شو هذا؟ شو عم تحكي انت؟ نحن رايحين على حفله عشاء وما عشاء وانبساط وانشراء، شبكي كانه رايحين على الدحداح. امي شباب شبالي بربك امي شلون مو ابراتي؟ ان شاء الله ما تبلى يا حق، ان شاء الله ما تبلى تقبرني. ايه ها فرديه امي بشرفي وحياه الرب وي قدام محبي. خدي على كلامي، اذا ما بخلي لك العالم تنفلج وتنشلم بالحفله ما بيكون اسمي نزيل. وانا قل هو الله احد. هلا هاي الحفله ما فيها بنات؟ بنات شو ما بنات، عم قلك رايحين كلها حفله مكنسيانيه، كلياتهم جماعه اكابر ومرتبين وعلى كيف كيفك. منين بدي شبك؟ منين بدي اجي شو؟ منين بدي اجي البنات؟ يا تشرفي لو كنت قدامي لقيت احكيك على مزدخك. ها طول بالك حاجتي قدام عند التاني. وانا شلون؟ اي ولا تقبل قلبي ان شاء الله شو طالع شخصيه واكابر، بس الحفله اكيد اكيد ما فيها بنات. شبكي لك مجنونة؟ إذا فيها مليونين بنت ماني شايف غيرك أنا، هلا مين أحلى أنا ولا نزيل؟ أنتوا اثنين تقبروا قلبي بتجننوا. شري شبك ليش وقفت؟ لك ليش عم تعيط؟ لك ماني عم عيط، مين قال لك عم عيط؟ ماني عم عيط، ليش وقفت؟ وصلنا ليك البيت. ايه شو وصلنا يعني منزل من لهون دايم؟ لك عم نمشي شوي شباب. شو هول الحمارة اللي راكبينها لهون دايم؟ ليش جايبينها لكان حتى نمشي؟ اللي حابب فوت فيها كله راكب كاديلاك وبورش وهي قصة. والله صرت ابو ريالة تتعرف من هالقصص على اساس انت ما بتركب غير كاديلاك وامريكي. لك اخي مو ظابط لبسنا مع السوزوكي، مو ظابط. لك ايش ولك نجيب شورت؟ لك شو نعمل هلا؟ امشي خطوتين قوم اسمع مني. لك شو يعني شو لابسين هن يعني احسن منا؟ ايه لبسنا مو ظابط بنوب معهم. ليش شو لابسين عم لها؟ على اخر طرز اكيد. شو؟ ايه نفوت بالسوزوكي لجوا؟ لا صفى صفى لك صفى. شو صار معك؟ شفت الشنطة؟ واحد يكون شافك ها؟ اكيد. بس انا ناطرك بالسيارة. لا تأخر. السلام عليكم. خير. مهم بيلا جلال بيه؟ بلا هون شو بدك؟ لوين؟ شبكون بيتك؟ الحفلة شبك ولا الحفلة بيتك؟ شو مفكر الشغلة هيك شوربة؟ لك أخي لا شوربة ولا باذنجان، شو عم تحكي أنت؟ ليكو حاطين الكرت تبعه إنه عازمنا على الحفلة تبعه، شبكون؟ خود اقرا. شو طب تتحش علينا؟ مزبوط شفته؟ مزبوط هات لك الكرت العمى. واخذني ورايح في ردي العمى مرتين ثلاثة رح تحيوان. ها رح زدت من الخامس للأول، خلي ميتوري كله كربج وابتلى فيهم هن ثلاثة. بعرفك أبو ضاي فاكلهم ثلاثة صغار هيك سكنت أنا، ليش ما عشتني ساكن؟ شوفوا شو بدك تروح لهون؟ شو بدك تروح لهون؟ شو بدك تروح لهون؟ تعال معي بلا ايدك هيك ايدك. انا من الاول كنت شاكك فيه جلال بيك. لك شو شو لا لك انت يا شو يا شو طول البلد طول البلد رو في شرطه رو شوي رو زبط اذا بدك تفضل شو بدك تقول تفضل خلاص خلاص رو وياه خلاص جلال بيك هذه الغلطه غلطتي انا وانا بدي اصلحها انت خليك مع ضيوفك وانا باخذ على الشرطه وانا رايح معكم تفضل يا جماعه لحظه يا جماعه لا تاخذونا اعتبروا انه هالشيء هذا ما صار رح نسلم الندى للشرطه وراجع لكم انبصوا تفضل جلال بيك تفضل هيك جلال بيك شكرا 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 اول بالا يعني قصدي مشاريب كان فودكا جامايكا مارتيني والله مارتيني مارتيني ما رضيت تجي معنا حبيبي نور العين
حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. اسمعوني يا جماعة، اسمحوا لي أعرفكم على شخصين مميزين جدا. تفضلوا لعندي. مرحبا معلين. أهلين وسهلين. السيد محدين. السيد محدين والسيد نزير النزير. هدول الشخصين الحقيقة لهم فضل كبير علي. أعوذ بالله. بالمختصر المفيد، هالشخصين هدول بيعزوا علي كتير. الله يجبر خاطرك ويخلينا ياك يا حجي. اللي بعز عليك بعز علي من جلال بيك. شكرا يا فرح. يا جماعة أهلا وسهلا فيكم جميعا، تفضلوا كملوا سهرتكم وانبسطوا واعتبروا ما في شيء. تفضل جلبي. شو دخلت؟ وانت منين تعرف جارك؟ والله هدول من محل مقطعية طاليان. كثير حلوين. شكرا. ايه ايه. كده ان شاء الله حلوة بريئة. تركب على مهنشي. لك يا خالتي هدول رجال مو ولاد، رجال، والله يخلي لنا اياهم يا رب يا رب يحبب خلقه فيهم يا رب. امين يا رب. الله يسمع منكم. وما حدا بيعرف، يمكن هالرجال الزنجيلي يحن عليهم ويعطيهم مصاري ليتجوزوا، ويمكن كمان يوفي الديون اللي عليهم. والله والله يا خالتي بيكون هذا يوم السعد. اي حاجه كرمال النبي، في حدا بيعطي حدا فرنك لوجه الله هالايام؟ شو يعني ما ندعي له؟ لا ادعي. دخيلك يا ربي بجاه الليل الفضيل توفق نزير ومحدين. قولوا معي امين. امين. قلتوا امين. امين. الحمد لله رب العالمين. أهلاً. ميت مساء النور. ما في شي بابا، بس هو يعني هو الحقيقة جلال بيك عازم اثنين الحمد لله، هن شراجيح بس مخدومين. بس عجبوني كثير لأنه نوادي وجدعان ودخلوا دماغي. طيب هن وين؟ واقفين هون بشي محل هيك، بتلاقي واحد طويل واحد قصير، مبينين شراجيح بتلاقوهم. عن إذنكم بابا. شكرا معكم. شو عم تحكي؟ ما بيطلع ثلاثة. بيطلع ثلاثة ليك مو مبين ثلاثة. بونسوار بونسوار. أهلين يا هلا. أهلين أهلا وسهلا. كريم. نزي. ليلى. أهلين. حدين. أخو جبريل. شو لا ولا ولا. شو؟ شربتوا شيء؟ ايه بدنا نشرب، شربنا ايه من شربنا الحمد لله. عن جد تزرعوا فوتوميديا. بابي كثير حسنا عنكم انه انت كثير 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 تزرعوا. بابي جلال بيك. يا ربي يقبلني ربه قسما بالله. انا حبيته كثير والله. بتشبهوه والله هو. انا كثير ايه ما شاء الله. شو بتشتغلوا؟ انا بدرس مانجر. ايه نحن بنشتغل مكنز مكاتب السيارات. ايه مكاتب السيارات ثاني يعني تجارة. ايه تعال شوي تعال شوي يلا جايين. احلى اصحابي شكلك الاصير احلى. شو بده؟ شو؟ والله كثير قلقت. مين قلقان ماما؟ انا. ليكي خجو قومي جيبي التليفون بلكي نحكي على الورشه اذا حدا بتكون موجود بيرد يعني. قومي جيبي انت. لكي قومي انت يا اقرا. هو انت كنا علينا. ليش خجو قلقانه؟
لأن الشباب تأخروا خالتي. الله يعفو. ما حدا عم يقول شو يعني أخذ القسمة معه؟ لا هاتي هاتي بجرب أنا هاتي. كيف حالك؟ هلا بتشوفي. مع مين بدكم تحكوا؟ مع الورشة خالتي. مرحبا. أهلين. شو ما عرفتني؟ بلا أنت التالتة مو التالتة؟ أنا تالتة؟ اللي لابسة إشار وحاطة كتافيات زرق مو أنت؟ أهلا. مو أنت كسمو؟ بلا أنا كسمو. بك أنا صبحية أخته لمحدين وخطيبته لنزير. أهلين أهلين. نزير ومحدين عندها؟ لا والله. طيب ما بتعرف ليش تأخروا؟ كمان لا والله. أيوة. طيب مع السلامة. شو مين عم تحكي؟ مع الورشة خالتي. ما استفدنا. ميرا ميرا بدون كحول كمان. ميرا والله حرام انا ما بشرب ميرا. قلت لك بدون كحول يعني حضرات شباب شو قال كازو يعني ما بتدور خير. لا لا بتعمل يلا 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 يسلمك بحضر. ايه